اليوم في اليوم السابع من أيام مهرجان ليول الرطب 2023. اليوم عندنا في مسابقة الرطب صنف البومعان، وصنف البومعان من الأصناف المهمة الستة اللي ضمناها في مسابقة الرطب. أبو معان طبعاً من الأصناف المنتشرة في المنطقة الشرقية، تحديداً في منطقة العين، وطبعاً المشاركات اليوم مشاركات عديدة ومختلفة من كل مناطق الدولة. الملاحظ أن الصنف هذا أنه تميز بشكل كبير عن الدورات السابقة طبعاً، وهذا نتاج عن اهتمام الإخوان المزارعين ويعني تطوير مهاراتهم في التعامل مع النخلة وعمليات ما قبل الحصاد سواء كان أو في عمليات ما بعد الحصاد. الملاحظ اليوم أن اليوم أحد السلال المشاركة لقينا فيها حبة رطب وزنها 30 جرام، وهذا الوزن كبير جدا طبعا. فنشكر الإخوان المزارعين على اهتمامهم وبمزارعهم، وهذا نحن ما نصب إليه وما نهدف إليه من خلال هذه المسابقات، الاهتمام بالمزارع والاهتمام بمواردنا الطبيعية، المياه بالذات. المياه هذا المورد مورد مهم جدا، نتمنى من الجميع المحافظة عليه سواء كانوا مزارعين أو غير مزارعين. لا شك أن هناك صعوبة تواجه الأخوان المحكمين في تحكيم المشاركات المتقاربة في درجاتها، ولكن الحمد لله المعايير الموجودة والوسائل المستخدمة في التحكيم تضمن اللي هو حصول كل ذي حق على حقه. فعندنا طبعا الوزن، عندنا الحجم، عندنا التماثل، عندنا درجة النضج، كل هذه المعايير من شأنها أنها تفرز الأول من الثاني وإلى آخره. فلا يخافون إخواننا المزارعين، وإن شاء الله أننا نعطي كل ذي حق حقه إن شاء الله، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. تعد مشاركتنا كمجموعة الظاهرة الزراعية في مهرجان ليول الرطب، والذي يعتبر من ضمن أهم المهرجانات التي تعنى بمجال الزراعة وبالأخص زراعة الرطب والتمور، للتواجد خلال هذه الفترة في المهرجان للحرص على التعرف على آخر ما توصل إليه أصحاب الاختصاص من التقنيات الزراعية على المستوى التجاري العالمي، وخاصة الممارسات التي تعنى بمعايير الاستدامة والمحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. في عندنا يا طويل العمر والسلامة مختلف أنواع الأعلاف الحيوانية موجودة، وعندنا أنواع الرطب والتمور التي ننتجها في مزارعنا في الدولة وخارج الدولة في المشاريع المختلفة حول العالم. بناء على تواجدنا في الحمد لله في أكثر من 20 دولة حول العالم.